تبادل اتهامات بين المدير العام للاتحاد الأولمبي الجزائري بوهران والشركة المنفذة للملعب الأولمبي الجزائري بعد فيديو وصف بالفضيحة. الفيديو انتشر بعد أيام من افتتاح ملعب وهران، وفيه منشوف مجموعة عاملة حفلة شواء بقلب الملعب. خلونا نشوف الفيديو مع بعض. المدير العام للاتحاد الأولمبي قال إنه الاتحاد لسه ما استلم الملعب من الشركة المتعهدة، والجزائريين تداولوا فيديو لأحد مسؤولين المؤسسة المتعهدة بملعب وهران عم يحكي فيه إنه هن بعد الانتهاء من كل عمل بيعملوا حفلة شواء. حنايا شوف كل شونتي نديروا هادي، كل شونتي نديروها، نديروا حاجة باش نجيبوا البركة وسي لينا بركة ستاد، نديروا تي باربيكيو، نديروا مشوي. من تعليقات الجزائريين على هذا الفيديو، تعليق من محمد صلاح بيقول صور تنذر بمستقبل مشؤوم لهذا الصرح الرياضي المنرز بالمال العام. تعليق آخر بيقول ستاد خسروا عليه 250 مليون يورو مشان يعملوا فيه باربيكيو. أما الأمير فعم يقول هؤلاء يريدون إبلاغ رسالة للمتفرجين والأنصار على أنه الألعاب النارية بهذا الملعب الجديد مسموحة لأبعد الحدود. تعليق آخر بيقول بيوم من الأيام رح نحضر لإقامة فاتحة أو عقد كرام للملعب الأولمبي عادي جدا وخاصة في وهران. أما درينا عم تقول الشواء بتعمله ببيتك، هذا مبني بدار الشعب أو بمال الشعب، ملعب بهذا الحجم مكلف مبلغ كبير عملوا فيه شواء.